التعطيل يبعثر أوراق الملف الرئاسي ليصبح إنجازه مستعصياً في المدى القريب، إذ تتراكم الصعوبات أمامه بفعل العوامل الكثيرة التي تزيد العقبات وتفقد اللبنانيين أمل الخروج من أزماتهم، خصوصاً أن أي مسعى داخلي في هذا الملف محكوم بالفشل المسبق، وليس في الأفق ما يؤشر بانطلاق أي مبادرة جدية. القوى السياسية اللبنانية ما عم تلتقط الفرص المتاحة قدامها على المستوى الدولي لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، فبالوقت اللي عم نشوف فيه اهتمام عربي ودولي كبير بملف الرئاسة اللبنانية ودعم لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، عم نشوف لا يزال انقسام في لبنان سيد الموقف وما في تفاهم على انتخاب رئيس. من الواضح انه كان في عنا مؤتمر او لقاء دولي خماسي بفرنسا تحدث وكان يدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، حتى حسب المصادر تم تداول بعض الأسامي ولا سيما باسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. فعلى المستوى العربي والدولي هناك اهتمام بملف الرئاسة اللبنانية، ولكن الإشكالية على المستوى الداخلي أن القوى السياسية اللبنانية ما قدرت توصل لخيار لانتخاب رئيس، فهذا الاستحقاق الأساسي اللي يفترض هو يكون انطلاقة للبنان الجديد لتغيير هذا الواقع ولبدء بالعمل جدي نحو الإصلاح وتغيير الواقع الحالي، عم نشوف أن هناك تسويف لهذا الاستحقاق ومماطلة. الفراغ الرئاسي يبث مزيدا من الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي التي يعاني منها لبنان بإدارة حكومة تصريف أعمال هشة بصلاحيات مقيدة ووجود انقسامات بين القوى السياسية كافة. فاستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية عم يجهد تشكيل حكومة جديدة وعم يجهد أيضا تعيينات على مستوى الوظائف الفئة الأولى ووظائف أساسية على المستوى الأمني، وبالتالي إذا استمر هذا الوضع على حاله لبنان رايح على فراغ تام على كافة الأصعد الداخلية، وهذا الشيء رح يؤدي أكيد لأزمة أكثر وأكثر وسيؤدي لأضرار على مستوى المؤسسات والكيانية الدولة اللبنانية بشكل عام. فمن هذا المنطلق اليوم المجلس النيابي مطالب انه يروح باتجاه يمارس العملية الديمقراطية مثل ما لازم، ينعقد المجلس النيابي ويتم انتخاب رئيس للجمهورية. الشغور الرئاسي الطويل الأمد سيؤدي حتماً إلى انهيار البلاد بشكل أكبر، وهنا تكمن الخطورة مع أضعاف قدرة النظام السياسي على إدارة الأزمات، ما يعني وضع عقبة أخرى في طريق التعافي الاقتصادي والتسبب في مزيد من الانهيار الاقتصادي الذي يزيد بدوره من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والأمنية.